بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شباب؟ نبدأ بإذن الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل مجالس الأدب في المفرد للإمام البخاري رحمه الله. كنا توقفنا عند باب رقم 157 حديث 343. باب 157. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إعطاء الشاعر إذا خاف شرفه. باب وباب قلنا باب ولا باب إعطاء الشاعر أو باب إعطاء الشاعر إذا خاف شرفه. قال حدثنا علي حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا يوسف ابن عبد الله بن نجيب ابن عمران ابن حسين الخزاعي عن أبيه قال حدثني أبي نجيب أن شاعرا جاء إلى عمران ابن حسين فأعطاه، يعني في شاعر جاء لسيدنا عمران ابن حسين، سيدنا عمران أعطاه من المال، أعطاه جزء من المال. فقيل له، عوتب في ذلك، قيل له: تعطي شاعرا؟ يعني تديله فلوس؟ شغال في الشعر، بيقول شعر. فقال عمران، ده من فقه عمران، وايضا اختيار الامام البخاري انه يعني ذكر هذا الاثر. قال عمران: ابقي على عرضي، ابقي على عرضي. فالشاهد من هذا الحديث، وهو باب الامام البخاري هذا الباب، ولم يذكر الا هذا الاثر السلفي عن السلف، ان هل لو انسان خاف من واحد مثلا له صيت، له اعلام او شاعر او يتكلم فيك بمذمه، هل الانسان ممكن يعطيه من المال يصرف ذلك عن نفسه؟ اختيار عمران بن حسين وذكر الامام البخاري: نعم، بل هذا من فقه الانسان، انه هو زي تعبير المثل المصري عندنا، يقول لك هين قرشك ولا في ايه؟ ولا في نفسك. احيانا الانسان ممكن يفاصل ويتخانق عشان جزء من المال ويخسر جزءا من عرضه وكرامته، وكان الاولى انه يخسر جزء من المال في مقابل ان يحافظ على عرضه وعلى كرامته، على عرضه وعلى كرامته. ومهم الانسان انه دائما يدرس المعركه التي سيشتبك فيها، مش اي معركه بتعرض للانسان يشتبك فيها، والا الانسان قد يعرض انه يشتبك مع اسافر الناس والذين لا يأبهون بشيء. فانت متخيل لما انت مثلا واحد هو حياته كلها اصلا قاعد بيشتم وبيسب والامر بالنسبه له لا يمثل شيء، وانت بالنسبه لك لا، لو حد بفضل الله تحافظ على عرضك وعلى كرامتك وعلى اسمك وعلى اسم ابيك، فلا تعرض نفسك لذلك. لو هو شتمك وانت شتمته، انت الخسران، هو متعود على ذلك. فالانسان دائما يفكر ما هي المعارك التي يشتبك معها، مش اي حد يرد عليك في وسائل التواصل تدخل تتخانق معاه وترد عليه، ممكن تستفز طاقتك في الفاضي وفراغ، انت لا تدري مع من تتكلم، خصوصا لما يكون اسم مستعار ويستعمل الفاظ قبيحه وبذيئه. البذاءة ليس لها نهايه، والنزول في الكلام السيء ليس له نهايه. فالانسان الاول يمنع نفسه من السقوط في هذا الفخ. فنجد هنا ان عمران بن حسين من فقهه انه اعطى هذا الشاعر بدل ما يهجوه ويتكلم، فهو خلاص زي ما بيقول اشترى دماغه. فقال: ابقي على عرضي. طيب هنا هيبدا الامام البخاري مجموعه من الابواب بتتكلم في مساله الزياره والضيف، وانك انت لما تروح تزور حد او حد يزورك، في بعض هذه الاداب. ولكنه بدا باثر عجيب، بدا بباب في فقه عجيب ايضا. قال: باب لا تكرم صديقك بما يشك عليه. طبعا لا تكرم صديقك مش معناه مش هتقف هنا مش هتعمل زي يقول ويل للمصلين، لا تكرم صديقك بما بما يشك عليه. لو انت عايز تكرم صاحبك بلاش تكرمه بالطريقه التي تؤذيه. ازاي؟ هو انت ممكن تكرم، تبقى غرضك انك تكرم واحد ثم هذا الاكرام يؤدي الى اذيته؟ نعم. تعال نقرا الاخر ونحاول نفسر. قال الإمام البخاري: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد، هنا محمد هو ابن سيرين،
قال كانوا، هو ينقل عمن سبقه من الصحابه والتابعين، يقول كانوا يقولون، ده كان ده اثر مشتهر بينهم وفقه مشتهر بينهم. وروي ايضا عن احمد بن حنبل يعني ان، ونقلوا عن المسلمين يعني ان حد برضه دعا الامام احمد في مكان، وجوده في المكان ده تسبب ان مثلا حد تجلسه مع من يخالفه مثلا. يعني انت مثلا عايز تعزم واحد، بلاش تعزمه وتعزم واحد مخالفه فيفضل طول المجلس في مناقله بينهم وبين بعض، او تكرمه اكرام وانت عارف ان هو سيسعى لرد هذا الاكرام فتشق عليه، او مثلا بعض المشايخ انت متصور انك لو قبلت راسه او يده انت بتكرمه وده بيشق على نفسه ولا يحب ذلك. فانت لما تحب تكرم واحد بلاش تكرمه بما يؤذيه بما يشق عليه، فرضك الاكرام. فقال محمد بن سيرين كانوا يقولون لا تكرم صديقك بما يشق عليه. يعني مش معنى ان انت نيتك كويسه وعايز تكرمه انك انت تحطه في مواقف محرجه. يعني احيانا مثلا تدعوه لمكان، المكان ده فيه منكرات، هو يتدين بان المكان ده منكر بالنسبه له، او سيلتقي مع بينه وبينه عداوه، طب انت بتاذيه ليه؟ فالانسان يفكر مآلات هذا الاكرام، عايز تكرم حد فكر في مآل هذا الاكرام. يبقى محمد بن سيرين يقول كانوا يقولون لا تكرم صديقك بما يشق عليه. ويعرفك ان التعامل مع الناس مش شيء واحد، يعني ممكن في واحد بيسعد بشيء وفي واحد نفس الشيء ده ممكن يؤذيه. تيجي تكرم واحد بطريقه معينه، انت متصور مثلا لما تقدمه للامامه او تعطيه هديه معينه او تطلب منه شيء او اي نوع من انواع المعاملات، الناس ليست على درجه واحده. فمهم لو انت تعرفت على الانسان وفهمت ما يؤذيه وايه الامور اللي بيحبها والامور التي يبغضها، فادخل اليه من الامور التي يحبها. خلاص؟ فاذا الناس ليسوا على درجه واحده، الناس طبائع الناس اصلا مختلفه. يعني ده في واحد انت لو عايز تكرمه تقول له تعالى اما اخرجك في الساحه، وفي واحد لو انت خرجته في الساحه كانك بتموته، هو دماغه كده. يعني هو في واحد، يعني كل واحد له طبع وله طريقه. فبلاش لما واحد يقول لك يعتذر منك ويقول لك هذا الامر يؤذيني تقول له يؤذيك ازاي؟ ده انا عايز ابسطك. ماشي يا سيدي، انت حضرتك عايز تبسطني بس انا كده مش هنبسط. لا بس ازاي؟ خلاص انت يعني مش لازم الناس هتسير على ما تظن او على ما تعلم. يبقى سواء على مستوى الهدايا، مستوى الاكرام، مستوى الزيارات، اي شيء انظر الى مآل هذا عند الشخص، هل هذا يشق عليك؟ لو قال لك هذا يشق عليك او اعتذر منك خلاص ما تضغطش عليه. تجد الانسان يطلب من احد الناس مثلا انت تدعوه الى امر ما، فيعتذر يقول لا والله مش هسامحك لو ما جيتش. طب ليه؟ يقول لك اصل انا كنت عايز اكرمك. لا انت كده مش تكرم، انت كده بتشق عليه. ثم قال الامام بخاري عليه رحمه الله باب الزيارة، باب الزيارة. هنا فضائل وآداب في قضية التزاور بين المسلمين، وده خلق أصبح في ندرة في زمن الانشغالات وعصر السرعة والإنسان مشغول بالمال ويرجع تعبان. وأيضا زي ما يجينا لو وصلنا إن شاء الله الأثر، إن أصبحت حتى هذه العبادة، عبادة التزاور، أصبحت إذا حدثت تحدث في دائرة ضيقة ويكون لها اغراض. يعني مش مجرد التزور في الله، لا زي ما هنشوف ان شاء الله. فقال الامام باب الزياره. قال حدثنا عبد الله بن عثمان، قال حدثنا عبد الله بن المبارك، اخبرنا حماد بن سلمه عن ابي سنان الشامي، عن عثمان بن ابي سوده، عن ابي هريره، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا عاد الرجل اخاه، عاد هنا بمعنى مريض، فقال او زاره، سواء راح يعود لانه مريض او زاره زياره في الله، فالحديث هنا وسع. قال صلى الله عليه وسلم صلوا عليه. قال صلى الله عليه وسلم: اذا عاد الرجل اخاه يزور عشان مريض او زاره زياره عاديه، قال الله عز وجل، وفي روايه نادى منادي، قال الله عز وجل له: طبت وطاب ممشاك وتبوأت منزلا في الجنه. شوف الامر العظيم، الانسان يستحضر ان هذه الخطوات اللي بعضنا بينظر ان هي تضيع وقت او ليس لها قيمه او ما فيش مصلحه تعود من وراء هذه الزياره او ما فيش ترتيب لشغل معين،
لا، هو مجرد السير في الزيارة إلى أخيه، سواء تعوده لو مريض أو تزوره وتطمئن على حاله وتؤنسه، ويعني لو هو في حاجة إلى شيء تحاول أن تقضي له حاجته، هذا الأمر أمر عظيم ينادي الله سبحانه وتعالى، أو مناد من قبل الله سبحانه وتعالى. ده دليل على أهمية هذا الأمر في الشريعة. فينادي مناد، أو الرواية اللي معانا هنا قال الله عز وجل: طبت وطاب ممشاك وتبوأت منزلا في الجنة. طبت وطاب ممشاك وتبوأت منزلا في الجنة، أي هذا الممشى يحبه الله سبحانه وتعالى. يبقى في مشية وخطوات يحبها الله سبحانه وتعالى، منها أن تزور أخاك في الله، وألا تريد بهذه الزيارة إلا وجه الله سبحانه وتعالى، أن تبتغي وجه الله بزيارة إخوان المسلمين. ثم قال الإمام حدثنا، هو بدأ الأول بالفضل العام. طيب، هل ممكن واحد لأجل أن يزور أخاه يسافر له؟ يعني طب ماشي، أنا ممكن أزور واحد جنبي هنا في أو يعني منطقة بس بعيدة شوية، لكن ممكن تكون الزيارة سفر؟ جاء بالأثر الذي بعده سلمان الفارسي سافر لأجل زيارة أخيه. قال حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن ابن شوبة قال سمعت مالك بن دينار يحدث عن أبي غالب عن أم الدرداء قالت: زارنا سلمان من المدائن إلى الشام ماشيا. الله أكبر. أم الدرداء بتقول زارنا سلمان الفارسي، سلمان من المدائن إلى الشام، وكمان جاي إيه؟ ماشيا، يعني مسافر ماشي لأجل أن يزور أخاه. شوف المجهود اللي بيبذل. انظروا كيف كان الصحابة ينظرون إلى العبادات وإلى الأوقات. احنا ننظر إن الزيارة في الله بعضهم لك ده تضيع وقت، أو كان زماننا عملنا حاجة، أو لا، مجرد أن تزور أخاك في الله هذا أمر يستحق التعب والحركة وأن تتحرك اليوم. طب هو ليه أصلا أم درداء بتقول زارنا سلمان؟ هو سيدنا سلمان بيزورهم ليه؟ كانت إيه العلاقة اللي بينهم أصلا؟ حد يتذكر؟ إيه العلاقة اللي كانت بين سلمان وأم درداء؟ ها؟ قول. مش سامع. لا، أنا أقول بين أبو الدرداء وسلمان. عشان النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر سلمان آخى بين سلمان وبين أبي الدرداء. يعني ده في أول الهجرة، وده بعد ما كان سيدنا سلمان هنا كان أمير على المدائن، يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بفترة. شوف سيدنا سلمان تحرك سفر مكان وأصبح أمير على المدائن ولم ينسى العهد، فحسن العهد المدينة ما ننساش العلاقة اللي كانت بينهم في أول الإسلام. مش معنى أنه هو كان في فترة الهجرة كان محتاج للأخوة وأخاه، وبعد كده حصل حالة من الاستغناء وأصبح أمير على المدائن، فخلاص ينسى أبو الدرداء وينسى المجهود اللي كانت أم الدرداء مثلا في الاهتمام والرعاية، اللي كانت أخوة حقيقية، كانوا بيرثوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينهم لموجودة، كانت أخوة حقيقية. وبعد ذلك نزلت الآيات منعت التوارث، فكان ممكن سيدنا سلمان يقول لا خلاص ده كانت فترة وخلاص وما عادش في توارث وفترة وانتهت وهو أصبح مشغول وأصبح أمير على المدائن. لا، سيدنا سلمان لم ينسى هذه العلاقة. فأحيانا الإنسان فترة من الفترات يكون له علاقة مع بعض إخوانه ويستفيد منهم ويستفيد منه، ثم بعد ذلك ينتقل أو يرتقي أو يحصل شيء، فمن حسن العهد ألا ينسى الإنسان هذه العلاقة. فنجد أن سيدنا سلمان ترك المدائن وهو أمير على المدائن وسافر إلى الشام حيث يجلس أبو الدرداء وأم الدرداء يزورهم في الله. قالت أم الدرداء: زارنا سلمان من المدائن إلى الشام ماشي. الوصف اللي جاي كان سيدنا سلمان له اختيار معين في طريقة الحياة، وهنعلق على ده بإذن الله، نعلق على هذا الأمر بس بعد ما نخلص مجموعة من الأثار. يعني هنقرأ الأثر نشرح الكلمات، لكن نؤجل التعليق عليه بعد ما نقرأ بقية الأثار، لأن سيدنا سلمان كان له اختيار يليق به هو رضي الله عنه. طيب، كان شكل سيدنا سلمان إيه؟ قال: وعليه كساء وأندر ورد. أندر ورد ده يقولوا زي السروال القصير اللي تحت الركبة لكن قد يصل إلى منتصف الساق، كانوا يقولوا زي لبس الصيادين كده أو الملاحين.
خلاص زي بلغتنا كده اللي هو البنتاكور يعني. خلاص عليه كساء واندر ورد. قال بيفسر يعني ايه اندر ورد؟ قال سراويل مشمره مرفوعه شويه. خد بالك ده سيدنا سلمان كان ايه؟ امير على المدائن، والرغم من كده كان بيلبس هذا اللبس المتواضع جدا. قال ابن شوذر رؤي سلمان وعليه كساء مطموم الراس ساقط الاذنين. مطموم الراس يعني حالق شعره على الاخر زيرو زي البطل. في روايه كان راسه زقيه يعني جايبها على الجلد. وعليه كساء مطموم الراس ده حال سيدنا سلمان ساقط الاذنين اللي هو مكتوب يعني كانه ارفش. الارفش بيسموا الانسان عريض الاذن الرفش اللي هو زي الجروف كده، فبيسموا الانسان عريض الاذن ارفش. فتخيل هو حالق رعب واذنه فيها عريضه ولابس لبس بسيط جدا. فكان بعض الناس حتى في بعض الروايات كان بعض الصبيان بيسخروا من سيدنا سلمان، هو امير، وكانوا يقولون عليه بعض الكلمات. كان شيخنا الشيخ طه بينقل لنا بيقول يعني بيسخروا منه بالفارسيه، يعني حتى في بعض الكتب بيقولوا كلام بالفارسيه. فيقولوا سلمان ما يقولون؟ بيقولوا مش عارف بيقولوا عليه ايه. فيقول يقولون كذا، بيقولوا عليه كلام يعني بيسخروا منه. فقال لا عليكم خير في الاخره كرش. فسيدنا سلمان كان زاهدا رضي الله عنه بالرغم انه كان امير على المدائن. فيقول ابن شوذر رؤي سلمان وعليه كساء مطموم الراس ساقط الاذنين، يعني انه كان ارفش. احنا قلنا الرفش اللي هو زي ما يجرف به الطعام، وده معناه انه عريض الاذنين. فقيل له عتب، انت ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ قيل له شوهت نفسك، انت ليه لابس كده ومش واخد بالك من نفسك ليه؟ فقيل له شوهت نفسك. فقال ان الخير خير الاخره. ان الخير يعني مش تقولش لكم الدنيا يعني، المهم بس الواحد ينجو في الاخره. تمام؟ احنا قلنا هنؤجل التعليق على هذا الاثر لما نقرا بقيه الاثر. يبقى ده ذكر الامام البخاري تحت باب الزياره ذكر اثرين. الاثر الاول فضل عام ان من عاد اذا عاد الرجل اخاه او زاره قال الله له طبت وطبع مشاك وتبوأت منزلا في الجنه. الاثر الثاني ان انسان سافر الى اخيه ليزوره. تمام؟ طيب الباب الثالث قال باب من زار قوما فطعم عنده، يعني ينفع تزور حد وده على الاباحه تطعم عنده. قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد الوهاب عن خالد بن الحذاء عن انس بن سيرين عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه زار اهل بيت من الانصار فطعم عندهم طعاما. فلما خرج، هنا فلما خرج اي فلما اراد ان يخرج يعني، فلما خرج امر بمكان من البيت فنضح له على بساطه، يعني رش ميه كده على الحصير عشان تبقى طريه شويه، فصلى عليه ودعا له صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم اراد انه قبل ان يمشي كان المكان هذا يبارك بالصلاه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب فزار قوما من الانصار فقال انس فطعم عندهم طعام. وده الشاهد اللي ذكره الامام البخاري، يعني ليس عيبا في الزياره لما تزور حد، وهذا لا يؤثر في الثواب ان تطعم عنده. اذا طعم الانسان عند اخيه هذا لا يؤثر في ثواب الزيارة ولا يؤثر في أمر مباح. طيب الحديث اللي بعده قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا صالح بن عمر الواسطي عن أبي خلد قال جاء عبد الكريم أبو أمية، ركزوا معايا، واحد اسمه عبد الكريم أبو أمية، جاء إلى مين؟ إلى أبي العالية. أبي العالية ده من كبار التابعين، بل كان شابا أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم، تابعي مخضرم، لكنه أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. كان كبير يعني عليه كبار التابعين، وله في علم التفسير وبينقل عن أبي، بعضهم بيضعه في مدرسة المدينة أو له علاقة بابن عباس. ابن عباس وضعه على سرير له عالي ليعلم الناس، وكان حتى سنه كبير. كان أبو العلية لما يذكر له الحسن البصري فبيقول يعني احنا كنا بنصلي ونصوم وهو كان لسه مولود يعني، العريه كان كبير في السن. وكان يؤدب الناس ابو العريه، فهو تابعي كبير في السن.
فابو العلية لما جاله عبد الكريم ابو اميه جاي يزوره، جاء عبد الكريم ابو اميه الى ابي العلية. عبد الكريم لابس ايه؟ وعليه ثياب صوف. لابس ثياب ايه؟ صوف. فقال ابو العلية يبقى مين اللي بيزور مين؟ عبد الكريم بيزور ابا العلية، تمام؟ طيب. فابو العلية بيقول له ايه؟ بيقول لعبد الكريم يعني صاحب البيت، بيقول للضيف بيعلمه، بيقول له انما هذه ثياب الرهبان. ايه اللي انت لابسه؟ انما هذه ثياب الايه؟ ثياب الرهبان. ان كان المسلمون اذا تزاوروا تجملوا. بيعلمه لما تيجي تزور حد تقول تلبس ايه؟ الحته اللي على الحق. تيجي تزور حد البس حاجه كويسه، تجمل بالزياده. تجمل بالزياده. ابو العلية هنا بيعلم عبد الكريم لانه لابس لبس الرهبان، فبيقول له عايز يقول له ايه؟ لو انت قاصد، لو انت متعمد اللبس ده فهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعموم الصحابه، ده هدي الرهبان والاعاجم. ولو انت مش قاصد اللبس ده فبيقول له خد بالك انت رايح تزور واحد لازم تتجمل. يعني سواء انت متعمد اللبس ده، لو التعمد فانت مخطئ لان ده لبس الرهبان والاعاجم، ولو انت مش متعمد فانت المفروض تاخد بالك انت رايح تزور حد المفروض تتجمل. طب هل هذا الاثر يعارض اثر مين؟ سيدنا سلمان. ده اللي احنا عايزين نعلق عليه، تمام؟ طيب ممكن نخلص اثر فنعلق دلوقتي. لازم نفهم يا جماعه، وده مهم جدا في التعامل مع اثار السلف، ان بعض الامور التي وردت عن بعض الصحابه والسلف تصلح لاحادهم لحدثه احوال حال يناسب شخص معين، لا تصلح للتأسي العام. تاني دي خاصة ببعض الناس، لا تصلح للإيه؟ للتأسي العام. تصلح دينا له هو، تصلح له هو أن يتدين بهذا الأمر، لكن ما ينفعش تقول كان من هدي السلف إذا زار بعضهم بعضا أن يلبس كساء من صوف، وأن يلبس وأن يحلق رأسه، وأن يلبس أندروار، وأن يتخلى عن الثياب زي ما عمل سيدنا سلمان. فحد يقول لك إزاي؟ تقول له اهو سيدنا سلمان اهو انكر بقى على سيدنا سلمان. لا، ما ينفعش تقول هذا ليس من هدي السلف، وايضا لا يصلح ان تقول هذا من هدي السلف. بلاش تدي اثبات عام ولا انكار عام، هذا يصلح دينا لبعض الناس وعموم الناس لا يصلح لهم ذلك. زي بالظبط بالظبط سيدنا ابو بكر الصديق تصدق بكل مال. طب ما سيدنا سعد وهو من هو سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه اراد ان يتصدق بماله كله، نهاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له طب نص مالي، قال له لا، قال له طب التلت، قال له التلت كتير، ماشي بس التلت كتير. فهناك احوال تصلح لبعض الناس، فليس كل ما ورد عن بعض الصحابه من الاجتهاد في العباده والبذل والجهاد يصلح للتاسي العام، لا يصلح لبعض الناس لخاصه الناس. واحد اصلا بطبعه هو زاهد وهو مطلق الدنيا ثلاثه، وهذا يظهر في كل احواله، فلما يروح بيزور واحد هو مش متكلف، هو ده طبيعته، لكن واحد مشبرق نفسه ومغرق نفسه في الدنيا، ولما يروح يزور واحد يقول لابس لبس وحش عشان الحسد، وتيجي تقول له ده ايه؟ يقول لك اصل سيدنا سلمان. اتكلم بقى. لا سيدنا سلمان انت بتستهبل، عايز تبقى سيدنا سلمان خليك سيدنا سلمان في كل شيء، اذهب بقى في الدنيا العامه دي، هات الدنيا العامه دي. يقول لك لا لا، ده طلعت ايه؟ حادثه لا تصلح للتاسي العام والفقه ايه؟ يظهر. فالإنسان يكون لابد ان احنا يكون عندنا كيف، عندنا فقه كيف نتعامل مع اثار السلف، كيف نتعامل مع اثار السلف. ليس كل اثر يقال يصلح للتاسي العام، ان فلان كان مثلا يصلي مش عارف كم سنه الفجر ووضوء العشاء وفلان كان يطيل، هذه تصلح لبعض الناس، انما الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه عموم الناس يصلح للعموم، ما كان للخاصة يصلح للخاصة يصلح لبعض الناس. فحينما تذكر هذه الآثار يتعلم الإنسان أن هناك من أمة النبي صلى الله عليه وسلم من يضحي، من يبذل، من تصلح له هذه الأمور، لكن لا تصلح للتأسي العام. فأنا ما ينفعش أمسك الميكروفون وأقول له كان من هذه السلف أجمعين أنهم كانوا يزهدون في الثياب، وإذا زار بعضهم بعضا يلبس ثياب زهيدة. لا، لما أبو العلية نقل بالجمع، قال إن كان المسلمون إذا تزوروا، لأن ده اللي كان الهدي العام تجملوا. وهيجيب دليل من الوقت جاي أهو،
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في حاجه بيلبسها عند استقبال الوفود اللي جايه هيجي معانا الاثر. يبقى ايه ده؟ لما يقابلك اثر معين. وده من فقه البخاري انه جاب الاثرين ورا بعض. عايز اقول لك مفيش تعارض. ليس هناك تعارض. هذا يصلح لبعض الناس. وده نص عليه كتير شيخ الاسلام ابن تيميه والامام الشاطبي ان في احوال تصلح لبعض الناس لا تصلح للتعميم. طيب. ثم قال حدثنا مسدد عن يحيى عن عبد الملك العر الزمي قال حدثنا عبد الله مولى اسماء. اسماء بنت الصديق مولاها بيقول ايه؟ الحديث هنا جاي جزء منه. حديث له قصه سنقرا الحديث بيقول ايه؟ مولى سيدنا اسماء بيقول اخرجت الي اسماء جبه من طيالسه عليها لبنه شبر من ديباج او عليها لبنه شبر من ديباج وان فرجيها مكفوفان به فقالت هذه جبه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها للوفود ويوم الجمعه صلوا على النبي. فصل الكلام وبعدين نقول هي ليه السيده اسماء فجاه طلعت لمولاها الجبه ديت اللبس ده وقالت له خد بالك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيلبس ده يستقبل بيها الوفود ويوم الجمعه. ليه عملت كده؟ هنشوف دلوقتي. مولى اسماء بيقول اخرجت الي اسماء جبه من طيالسه. طيالسه لبس يعني غير جاي من غير العرب. انما الطيالسان ولما عند المتاخرين اللي هي القبعه الضخمه اللي بتلبسوها دي، لكن عند المتقدمين ده زي كانه يعني نوع من القماش يعني، لكن جاي زي كانه مستورد يعني. الجبه دي الثوب ده عليها لبنه شبر من ديباج على قد اربع اصابع كده فيها حرير، ديباج هنا حرير. يعني بيقول الجبه دي فيها شويه حرير صغير. الحرير موجود فين؟ وان فرجيها فتحتها مكفوفان بها متخيطه بها مطرزه بها، يعني قماشه نظيفه وكمان فيها كام شبر حرير مطرزه بها. تمام؟ طب هي ليه عملت كده؟ لان الحقيقه له قصه ان سمعت ان عبد الله بن عمر بينهى عن ثلاثه اشياء، حديث صحيح مسلم طويل رجعوه يعني. فارسلت اليه مولاها قالت روح لعبد الله ابن عمر اساله انت بتحرم العلم او العلم في الثوب يعني ان وجود شويه يعني حرير صغيرين في الثياب وحاجه اسمها ميثره الارجوان ان حاجه لبس او العصا لونها احمر والثالثه انك بتنهى عن صيام رجب كله. قالت له يعني سيدة اسمها بلغها ثلاث حاجات عن عبد الله بن عمر. قالت لمولاها روح بسرعه لعبد الله بن عمر اساله. وهنا التبين قبل ما السيده اسماء تنكر هي بلغها ان عبد الله بن عمر بيحرم ثلاث حاجات. فالمولى راح لعبد الله بن عمر فعبد الله بن عمر قال له لا انا انهى عن صيام رجب كله فكيف بمن يصوم الدهر؟ يعني نفسه يعني بيقول له اذا كان انا مذهبي جواز صيام الدهر. طبعا كلمه صيام الدهر لما تطلق يعني ما عدا الاعياد ما عدا الايام المحرمه يعني ما عدا العيدين وايام التشريق. بيقول له اذا كان انا مذهبي اصلا جواز صيام الظهر وانا بصوم الظهر كيف انهى عن؟ فالاول حاجه طلعت غلط. يعني انت ممكن يبلغك شيء عن حد تطلع اشاعه. يعني يبلغك ان فلان بيحرم شيء مثلا او بينهى عن شيء. سيده اسماء قبل ما تنكر على ربنا عملت ايه؟ عملت ايه؟ تبينت ارسلت مولاها تروح تساله على ثلاث حاجات. الثانيه قال له لا برضه ليها ميثاره الرجوان. الثالثه قال له بصراحه عبد الله عمر انما يعني ان هو ايه مش فاكر نص حديث مسلم ان هو بيتحوط ان هو شاكر. يعني الثلاث حاجات اللي انتشر ان سيدنا عبد الله عمر بيحرمهم طلع اثنين غلط واحده ومش بيحرمها واحده هو بياخد بالايه؟ بالاحرف. فلما رجع للسيده اسماء فخلاص السيده اسماء مش هترد على الاثنين لان الاثنين طلعوا ايه؟ غلط. جت على الثالثه وقالت له لا كان السيده اسماء عايز تقول له لا داعي لهذا التحوط ده النبي صلى الله عليه وسلم اهو وهو من هو صلى الله عليه وسلم اتقى الناس صلى الله عليه وسلم خير الناس صلى الله عليه وسلم كان بيلبس هذه الجبه اهي وفيها شويه لان يعني طبعا في نقاش من الفقهاء في مساله الحرير لو كان شويه صغيرين
بعضهم قال ثلاث أصابع أو أربع أصابع، هل ده للحاجة أو لغير الحاجة؟ المهم يعني هنا، وبعضهم أجازوا مطلقاً اللي الحليل لما يكون شوية صغيرين خالص مقدار أربع أصابع مثلاً ويكون مكفوف به أو مطرز به ده في يجوز، لو زاد عن ذلك وكان في أصل الثياب ينهى عنه للرجال طبعاً. فسيدة أسماء بتقول كأن عايزة تنكر على عبد الله بن عمر هذا الأمر. أمال البخاري ما جابش القصة دي كلها عشان كده بقولها ليه بسرعة؟ وأمال البخاري ما جابش القصة دي كلها ليه؟ الغرض الإمام البخاري جايب القصة دي عشان حاجة واحدة ثانية، عايز يجيب عكس أو مش عكس الأثر اللي قبله. أبو العالية بيقول لما تروح تزور واحد تتجمل، طب ولما يجي لك حد أنت برضه تتجمل، يعني لما يجي واحد يزورك بلاش تطلع بالفانيلا، مش معنى إن إحنا قاعدين في الحر إنك تطلع له وتقول له والله أنت جيت في وقت مناسب اتفضل. لا يعني بلاش، يعني رسالة وصلت خلاص. لا أنت أيضا تجمل، يعني اللي يروح يزور حد يتجمل، وايضا اذا جاء فالامام البخاري عايز يقول لك الاثنين. ابو العالية قال لعبد الكريم لا، لما يجي المسلمين يزوروا بعض يتجملوا، وجاب اللي بعده وده من فقه البخاري، جاب الاثر اللي بعده على طول، ما جابش القصه لان هو هنا مش غرضه انكار اسماء رضي الله عنها على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ده مش الغرض من القصه. الغرض ان في جبه خاصه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيلبسها عند الوفود ويوم الجمعه. قد يتساهل، وده ايضا من يعني من الامور ليس من في من خوارم المروءه، يتساهل انسان مع صديقي المعتاد عليه اللي بيدخل لك بيتك كانه بيته، يعني صح انت ممكن بتتساهل لابس عادي لبس البيت وجالك واحد صاحبك انتوا اصلا بتزوروا بعض على طول عادي، لكن لما يجي لك واحد من سفر وتستقبل انت بتحرجه، يعني جاي لك واحد مسافه وجاي يزورك وتكلف لزيارتك او بتلقاه كل فتره وتلقى بهذه الثياب، لا ده في نوع من عدم الاهتمام او عدم الاحترام غير صديقك اللي انت بتعتاد عليه او قريبك اللي انتم معتادين على بعض. دائما كل ما بقرا في كتاب الادب المفرد وغيره من الكتب تنبهر ان الشريعه تكلمت في هذه الجزئيات وراعت نفسيه الضيف او اللي بيزور، يعني تكلمت في هذه الدقائق وليس فقط تكلمت بل اهتم بها الائمه ايضا. ثم قال حدثنا المكي قال حدثنا حنظلة عن سالم بن عبد الله قال سالم بن عبد الله بن عبد الله بن عمر يعني قال سمعت عبد الله بن عمر والده يعني يقول قال وجد عمر، الحديث احنا شرحناه قبل كده نقوله بسرعة، وجد عمر حلة استبرق فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حلة من استبرق عجبت سيدنا عمر، فراح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله اشتري هذه والبسها عند الجمعة أو حين تقدم عليك الوفود. تقدم تأتي لها ماشي، لكن لو قال تقدم يعني تتقدم، حين أو حين تقدم عليك الوفود. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم رفض الحلة دي، فقال صلى الله عليه وسلم إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة، أن يكون لها حريم. تمام، شرحنا الموقف ده. سيدنا عمر شاف حلة جميلة قال للنبي صلى الله عليه وسلم إيه رأيك تشتريها وتلبسها لقاء الوفود؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم علم سيدنا عمر قال له لا ما ينفعش، هذه يلبسها من لا خلاق له. تمام كده. طيب بعد كده أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلل، سواء بقى غنائم او هدايا، جت للنبي صلى الله عليه وسلم مجموعه من الحلل من الثياب، فارسل الى عمر بحله والى اسامه بحله والى علي بحله، نفس الحله اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال له يلبسها من ايه؟ من لا خلق له. فسيدنا عمر في روايه وجد في نفسه، يعني انا رسول الله اقول لك البسها تقول يلبسها من لا خلق له وبعدين تبعتها لي؟ تمام. ومهم هنا لما وجد في نفسه راح سال، يعني بلاش الانسان ان هو يترجم موقف معين يقول لك اه ده قاصد كذا، ده قاصد يهني، ده مش عارف. طب وانت شايف يعني انت ممكن لو تبينت تلاقي الامر مش كده خالص، فراح يستفسر. طبعا ده النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسلت بها الي؟ لقد سمعتك تقول فيها ما قلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبيعها او تقضي بها حاجتك، يعني وانا لما ابعت لك حته ذهب معناه انك تلبسها؟ لا. طب ابعت لي انت حته ده وماشي، ما تزعلش ولا تشغل بالك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ارسل له ليستفيد منها، يعني هي ليها ثمن.
سواء ان هو يديها لزوجته او لاخته او يبيعها، يعني هي ليست محرمه في اصلها، معاه محرمه على الرجال. فهنا ايضا نفس الفكره، الغرض الامام البخاري من ذكر الاثر، لان ده اثر ده جه قبل كده، لكن الاثر هنا ذكر الامام البخاري عشان يقر كلام عمر ان في لبس مخصوص للوفود يوم الجمعه، وان النبي صلى الله عليه وسلم ما انكرش على سيدنا عمر فكره انه يلبس شيء مخصص للوفود الجمعه، انما انكر عليه نوع الثياب. لو كان اللي قاله سيدنا عمر كلام غلط، ان ما ينفع، ان مش لازم الانسان يخصص للوفود الجمعه لبس معين، كان النبي صلى الله عليه وسلم انكر على عمر وقال له لا عادي، الوفود مش محتاج ان انا اتزين ليهم ولا اتجمل ليهم، لكن وافقه على اصل الفكره وخلفه في الايه؟ في الثواب. واضح؟ طيب. قال باب فضل الزياره. حدثنا سليمان بن حرب وموسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمه عن ثابت عن ابي رافع عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه قال: زار رجل اخا له في الله تعالى في قريه اخرى. واحد سافر من قريه لقريه عشان يزور اخاه، فارصد الله له ملكا على مدرجته، يعني ارسل الله له ملكا في طريق، يعني واحد رايح يزور واحد صاحبه في الله مش عايز منه حاجه. الانسان احيانا يعمل هذه الاعمال ولا يشعر بقيمه هذا العمل، لكن هذا العمل قد يكون عند الله عظيما. هو رايح يزور واحد صاحبه في الله، ربنا ارسل وارصد على طريق هذا الرجل ملكا، بعته ملك مخصوص، والملك هنا تشخص، يعني ظهر له صورة شخص، وهنا جواز ان الانسان يرى شخص لكنه ملك في صورة شخص. فقال له الملك، بيسأل الرجل: أين تريد؟ راح فين؟ قال: أخا لي في هذه القرية. فالملك سأل: هل الرواية النسخة اللي قدامي هل له عليك؟ لكن الله أعلم الأضبط، هل لك عليه من نعمة تربها؟ يعني أنت ليك حاجة رايح تاخدها منه؟ النسخة اللي معايا هل له عليك؟ طب هو عامل لك مصلحة أو أنت عامل له مصلحة؟ في بينكم حاجة؟ أنت ليك فلوس رايح تزوره وتفكره بيها وتقول له أخبارك إيه والدنيا عاملة معاك إيه دلوقتي؟ تمام؟ مرة كنت سالف فلوس من شخص وناسي تماما يعني. فجي قعد معايا أخبارك إيه؟ الحمد لله. قلت له والله الحمد لله، أنا ناسي تماما يعني. قال لي الدنيا عاملة إيه؟ قلت له والله والله فضل ربي. قال لي يعني هو مستقر؟ قلت له اللهم لك الحمد. أنا مش فعمال يسأل السؤال كذا مرة، أنا مش فاهم قال لي يعني انت ما كنتش محتاج، انت عمال تسال عن الامور والدنيا نسيت والله انا اسف. فهو بيقول له هل لك، يعني رايح تفكره، يعني رايح تقول له اخبار الدنيا معاك ايه والدنيا تمام، هل لك عليه من نعمه تربها؟ عايز تستوفي نعمه معينه في مصلحه بينكم؟ قال لا، اني في روايه غير ان غير اني احبه في الله بس. فقال: فإني رسول الله إليك، إن الله أحبك كما أحبك الله. زي ما الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين فيه. مسألة الزيارة في الله فقط أمر أصبح فعلا أصبح نادرا، بل حتى بين أهل الدين لانشغالاتهم أيضا، فأصبح مثلا يزوروا عشان مسألة علمية، عشان قضية دعوية، عشان نقاش، عشان في بينهم شغل ديني، لكن ليس بينهم شيء مطلقا إلا أخوة الإسلام، وأن لا يريد أن يستوفي منه شيئا ويزوره في الله. انظر إلى رحمة الله، أرسل ملكا مخصوصا ليخبره أن الله أحبك. وفي هذا أيضا دلالة أن الإنسان قد يقول ببعض أعمال الدين والشريعة وهو لا يعلم تفاصيل الثواب، فلن يحرم منها بفضل الله. يعني بعض الناس اللي اشترطوا أنك تبقى عارف تفاصيل فضل العمل الصالح، لا، لو أنت رحت تزور واحد مريض وتعلم أن زيارة المريض في الله أمر يحبه الله، لكن أنت ما تعرفش أن ينادي ملك أو ينادي الله عليك تبطى وطبع مشاك وأن أنت تكون في الجنة كذا، إن شاء الله من رحمة الله تأخذ هذا الثواب. وهذا دليل انه رايح يزور اخا في الله وما يعرفش، فارسل الله له ملكا ليخبره بثواب هذا الامر، وقال له الملك: ان الله احبك كما احببتك.
يبقى إذا أهمية التزاور في الله، إنسان تتزاور تطمئن في الزمن اللي احنا فيه، ضيق الأمور وتعسر الأمور والضغوطات اللي الناس تمر بها، لا ينبغي أن ينسى الإنسان وإخوانه. ولم يعرف الإنسان تفاصيل ما يمر به أخوه إلا بالتزاور، يعني مجرد أنك تبعت له على الواتس وتقول له طمني عليك يقول لك الحمد لله، لكن لما تروح تزوره وتطمئن عليه وتقعد معه وتكسر الحواجز هتعرف طبيعة الإنسان طبيعة حاجة. كما قال الله سبحانه وتعالى لا يسألون الناس إلحافا يحسبهم الجاهل، سماه الله جاهلا، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعب، تعرفش ظروف أخوه. فالإنسان يسعى لزيارة إخوانه والاطمئنان عليهم، ويسعى لنشر الحب في الله بين عموم المسلمين، لا يشترط بين طائفة بعينها وبين أناس بعينهم، لا بين عموم، في أخوة عامة ماشي، في أخوة خاصة لم ينهى عنها الشارع، لكن أهمية إبقاء زي حديث كده أن تلقي السلام على من عرفته ومن لم تعرف، مهم جدا إبقاء العلاقات العامة في الإسلام، التقاء الناس في المساجد، صلاة الجمعة، التزور العام، عيادة المرضى، اتباع الجنائز، ده أمر يكون بين عموم المسلمين. كده ناخد كمان حديث ولا ايه؟ قعدنا قد ايه كده؟ طيب ناخد الباب اللي بعده ونتوقف، لان ابواب فضل الكبير واجلال الكبير يعني هطول شويه، هناخد اللي بعده ونقف عند باب فضل الكبير. قال: باب الرجل يحب قوما ولما يلحق بهم، اي كيف يكون حاله؟ قال: حدثنا عبد الله بن مسلمه، حدثنا سليمان بن المغيره، عن حميد بن هلال، عن عبد الله بن الصامت، عن ابي ذر، قلت يا رسول الله صلوا عليه صلى الله عليه وسلم: الرجل يحب القوم ولا يستطيع ان يلحق بعملهم. معنى كده انه كان بيحبهم ليه؟ ايوه، يحبهم عشان اعمالهم في الله، يعني وراء اعمال صالحه، فكان يحبهم في الله. تاني بيقول ايه؟ سيدنا ابو ذر: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تملوا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل يحب القوم ولا يستطيع ان يلحق بعمله. انا مركز في قضية الاعمال الصالحة. فبيحبهم لاجل ذلك، يحبهم لاعمالهم الصالحة. فيريد ان يكون معهم، بيحبهم في الله. فقال صلى الله عليه وسلم: انت يا ابا ذر مع من احببت. فسيدنا ابو ذر قال له بقى حقيقة اللي جواه، هو ما كانش قصده على قوم معينين، قصده أنا بحب النبي صلى الله عليه وسلم. قلت أبو ذر يقول: إني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: أنت مع من أحببت يا أبا ذر. ده أثر عظيم، حديث عظيم، إن الإنسان لما يمحض المحبة على العمل الصالح. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع له قد استكمل الإيمان. أعلى درجات الإيمان ان يكون الحب خالص لله سبحانه وتعالى. الحديث اللي معنا نفس الفكره. قال: حدثنا مسلم بن ابراهيم، حدثنا هشام، قال: حدثنا قتاده عن انس ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، متى الساعه؟ فقال: وما اعددت لها؟ النبي صلى الله عليه وسلم نقل هنا الذهن السائل الى ما ينفعه. ليه بتسال عنها؟ اسال عن الاعداد لها. فقال الرجل: ما أعددت لها من كبير إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. شوف كلمة عابرة، المرء مع من أحب، ممكن تقراها أنت على ورقة أو على حيطة أو تقراها منشور، كلمة خرجت من النبي صلى الله عليه وسلم. الكلمة دي أثرت جدا في الصحابة. قال أنس: فما رأيت المسلمين كلهم الصحابة فرحوا بعد الإسلام أشد مما فرحوا يومئذ. الله أكبر. لأن الموضوع كان شاغلهم. طيب إحنا دلوقتي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، عايزين نبقى معاه في الآخرة. كانوا يسيبوا يبعدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يروح شوية يبكي شوقا للنبي صلى الله عليه وسلم. الأمور دي كانت شاغلاهم. طب وفي الآخر هنعمل إيه؟ وينظر إلى عمله فيحتقر عمله. كلنا كده نبص على عملنا، مفيش مقارنة أصلا. يعني حتى صيغة أفعل تفضيل، إنك تقول مثلا أعمال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانت أكثر أو أفضل، لا، هو مفيش وجه مقارنة أصلاً بين أعمالنا وأعمالهم. طب إيه اللي أنا ممكن أعمله عشان أحاول أشوفهم حتى في الجنة؟ أنا بقول قال معية التزاور والرؤية مش نفس الدرجة. طب أعمل إيه؟ فقال: المرء مع من أحب. خطورة إن الإنسان يبعثر مشاعره
واحد لان الانسان له طاقه معينه من الاشياء، فاما الحب والبغض يروح في التفاهه وفي الكوره وفي مش عارف قضايا دنيويه ومعارك دنيويه وخلافات ورث ومش عارف ايه، طاقتك المشاعريه تفضل منها ايه؟ لكن يكون الانسان مركز بيدي وقت، ما هو حب النبي صلى الله عليه وسلم ده له اعمال تظهر حقيقه هذا الحب. معقول واحد يكون بيحب النبي صلى الله عليه وسلم جدا 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 ويكون قليل الصلاه عليه صلى الله عليه وسلم، او لا يعرف عنه شيء، او ما فكرش مره يقرا حاجه في سيره النبي صلى الله عليه وسلم، او يسمع حد بيتكلم عن سيره النبي صلى الله عليه وسلم؟ معقول يعني الحب فيه نقص او فيه مشكله؟ يعني الحب انت بتحاول تطفئ يعني نار الحب ده يعني بكثره الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، لعلك ترزق برؤيه النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والاخره، في المنام مثلا في الدنيا، لتقرا سيره النبي صلى الله عليه وسلم، تتعرف عليه. فالانسان لابد من اعمال تثبت حقيقه وتظهر حقيقه هذا الحب. فانظروا الى فرح المسلم بهذه الكلمه التي قد نمر عليها ولا نشعر بقيمتها، قال صلى الله عليه وسلم: المرء مع الحب. اسال الله سبحانه وتعالى ان يحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم والانبياء والصحابه، وان يجبر نقص اعمالنا وان يغفر لنا ذنوبنا. أسأله سبحانه وتعالى الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.